أخبار اليوم. بنسمعها يعني أكيد بتحاول تدافع عن الحق. بنشوف أحيانا بتخسر وأحيانا بتكسب، أحيانا بتقدر تظهر الحق وأحيانا لا، زي ما بيحصل في الواقع وزي ما هي الدنيا. بس في الآخر بنقول إنه أكيد في الآخر العدل هو اللي بتحقق، إنه العدل اللي ربنا موجوده وبيساعد طول ما أنت بتحاول تكون قاصد خير وتحاول تساعد. بالنسبة لي الشخصية اللي مكتوبة، أنا مش راضي أقول السلطة والمال واللي بيحصل في مجتمعنا ده، أنا ما ليش دعوة ماذا يعني المستصل الموجود حاليا. أنا بالنسبة لي الموضوع ككل حسيت الموضوع حقيقي موجود في كل حتة، مش بس في مجتمعنا. يعني أنا ليش عامل مع مصر أحمد كانت موسى شايفة شايفة تجربة فعلا بالنسبة لي مفيدة، حاجة أنا استفدت منها جدا. شخصية زي دي كان فعلا محتاجة مخرج يعرف يوجهها صح، لأن هي شخصية بالنسبة لي جديدة وصعبة. انا حاسه ان شاء الله يتفرق معايا. والله انا بحس اكتر حاجه مشاهد المرافعات، ان برضه ده بالنسبه لي كان ليه هيبه لوحده، يعني قاعه المحكمه والقاضي يعني المرافعات في حد ذاتها، حتى لانها مكتوبه بشكل معين بنصوص قانون معينه، بلازم ازاي تكون متحمس انك تقنع القاضي يدافع عن تبرع المتهم، ازاي تستجوب الشهود، كل دي بالنسبه لي كانت. لا انا بالنسبه لي اشوف الشخصيه للديني، اي شخصيه لو انا عرفت اعملها صح وحبيتها وتفاعلت معاها سواء جد او كوميدي او كده، الشخصيه شخصيه والنظام التقبل مفيش فرق. ده ليه صعوبته، ده ليه صعوبته، الكوميدي يمكن ساعات اصعب كمان يعني، مش يعني. وانا بحس انا بحس ان انا ما بيبقى لسه تضحك الناس اصعب من اللي انت. لا انا صراحة جدا مع صندار بصراحه، وعشان كده ما ترددتش خالص. قبل ما تخلص العقد واحنا متفقين على المسلسل ده، واحنا بنخلص التصوير يعني.